عادل ما تكبرهاش بقى. يا ماما انا مش بكبرها يا ماما، وبعد اذنك يعني يا ماما ما استغليش علاقه الامومه اللي بيني وبينك وتقعدي تضغطي عليا كل شويه. لو سمحت يا ماما ما تضغطيش عليا. ما تجيش في الهيفه وتتصدر. يا سلام، ايه الهيفه؟ اذا كانت الساونه دي هيفه يبقى ايه اللي مش هايف؟ ده انتوا فاضل يا ماما تجيبوا عندنا هنا في البيت ترابيزه بينج بينج باين ولا ايه؟ وبعدين ما دام الساونه دي حاجه هايفه كده، ليه عايزين تجيبوا حاجه هايفه في البيت؟ هو البيت ناقص هيافه يا ماما. هو انت جبت حاجه ولا نزلت اشتريتها؟ انت مش غرمان يا ماما. مش مساله انتوا اللي اشتريتوها ولا انا اللي اشتريتها يا ماما، هي مساله مبدا. وطبعا معروف يا ماما زي ما حضرتك عارفه يعني ان المبادئ لا تتجزا، فهي ما ينفعش يا ماما. طيب عشان خاطري تعالى كل معانا. لا يا ماما انا مش جعان، مش غضبان ولا حاجه، بس بجد يعني يا ماما ماليش نفس، مش جعان يعني. طب انا اللي طبخه مش رانيا. يا ماما ما تضغطيش عليا يا ماما، ده حتى لو منى عامر هي اللي طبخه بجد انا مش جعان. طب انا عامله لك حاجه بتحبها. ما ماليش نفس بجد يا ماما. عامله ايه يعني؟ مسقعه. باللحمه المفرومه. باللحمه المفرومه ومعاها بقى اللي هو بتنجان متقطع كده، واللي هو الفلفل الرومي ده محطوط على الوش كله، وقوطه ترانشات وبصل ترانشات كمان. قوطه ترانشات وبصل فوقيها فوق الوش. طب واللحمه المفرومه اللي فيها يا ماما عاملاها ناعمه ولا بتبقى خشنه شويه؟ عامله نص ناعم ونص خشن. على اساس لو ما عجبنيش الناعم اكل الخشن يعني. طب مش عامله حته لحمه برضه في وسطيها كده؟ في كام حته كده من جوه دول شايلهم عشاني؟ طب يا ماما يعني هي المسقعه دي بقى سخنه ولا ساقعه؟ ساقعه مش مسقعه. ماما انا كنت عايزها سخنه يا ماما. نسخنها. لا لسه هتسخنيها يا ماما. لا بلاش بقى يعني. خلاص بلاش ما تاكلش، بس اوعى تقولي جعان تاني. ماما جعان. هعمل مسقعه. ايه ده يا ماما انت ما قلتيش لسه عملتيها يا ماما؟ هعملها بسرعه قوي. طب يا ماما ما دام هتعملي مسقعه بقى بالمره يعني يا ريت تعملي لنا معاها بقى صينيه ايه، بطاطس بوريه. عينيا. ماما بلاش تعملي البطاطس بوريه باللي هي البشاميل اللي فوق الوش ده بيبقى مايس كده يعني، لا اعملي اللي هو البشاميل الجامد التخين. ايوه والتخين. حاضر حاضر يا حبيبي. ماما نعم. ويا ريت جنبيها بقى اللي هي الطماطم اللي هي متقطعه دي ومعموله بالثوم اللي هي المخلله، وملح وفلفل وليمون. ايوه ماما هي دي. عينيا. ماما نعم. يا ريت بقى ايه لو حتتين برضو فراخ كده هما مقليين وبعدين تقطعيهم وتعمليهم مع الجبنه الريكفور. مش عايز حاجه تاني؟ لا مبدئيا كده كويس، اصل انا مش جعان.